برامج عمل حلقه جديده من مستر تك، معكم ايهاب سالم. برجع اليوم شوي غريبه برا بالشارع بعد 20 يوم استعمالي للزي فولد 6 وسنه من الزي فولد 5. شو تغير بين هيدا وهيدا؟ وهل تحرز ان انا اغير اذا عندي الفايف ولا لا؟ زائد حيكون في عندنا نظره سريعه على الجالكسي الزي فليب 6 كمان، بس اسرع شوي من فوق، حيكون التركيز اكثر على هذا الشيء الفخم. قبل ما نبدأ نسوي اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، خلينا نشوف سامسونج شو عنده. بعض النقط المهمة اللي بدنا نحكي فيها، انت ليش بدك تجيب فولد؟ تعرف انه هو واحد من اغلى الهواتف الموجودة بالاسواق. انت عم تجيب فولد حتى توفر على حالك لابتوب تابلت، وفي يكون عندك شوية تضحيات بمحلات تانية. هولي بالفولد 6 شوي مش موجودة. عم نحكي عن التضحيات. يوميا بحب اطلع اعمل رياضة، خدت معي الاربع تليفونات. صدقوني يمكن اذا ما بحط لكم اسم التليفون فوقه يمكن ما تعرفوا، خاصة انه في اثنين تليفونات تقريبا نفس الشيء. عجبني التغيير بالتصميم، شكل السكوير احلى بكثير بالفولد 6 من الفولد 5. الوزن اخف 15 جرام. الشاشة الخارجية صارت اكبر ب 0.1 انش، بس الحواف اللي انتم شايفينها هون اصغر. وقت استعمالي للفولد 5 ما كنت شايف هذا الشيء مشكله، بس استعملت الفولد 6 شفت الفرق وحسيت انه التغيير حرزان. تعرف كانك جايب اس 24 الالترا و بتطوي تقريبا نفس الشعور، وان كان بس ينطوى حتى اصغر. التغيير عندي بين الفايف والسكس هي نسبه السطوع الموجوده اللي بتوصل ل 2600 نتس، ومثل ما شايفين أنا بضاءة نهارية تقريبا الساعة 11 الظهر، وأصريت أن أطلع صور بهذا الوقت تفرجيكم أكثر وقت بيكون بيك في الإضاءة تتشوفوا الفرق. أما بالنسبة للريفرش ريت بالجهازين، بعدنا عنا الـ 120 هرتز سلاسة جمال بالاستعمال مع الجيمز، مع الفيديو خاصة مع الجيمز. وانت عم تحكي عن شاشة كبيرة هون ما تغير بين الفايف والسكس، وإن كان بعده جميل. بس كنا عندك من 1 ل 120، يعني انت حسب كمان اكيد تتخفف استعمال البطاريه حسب الشيء اللي انت عم تشتغله. سامسونج حسنت الهنج اللي موجود، الطعجه اللي انتم شايفينها صارت احسن بمرتين من النسخه اللي كانت موجوده قبل. اكيد عم نحكي عن الفايف، صارت اقوى بمرتين. الطعجه موجوده ومثل اللي قبلها موجوده، ولكن كمان اتحسنت. وبرجع بقول عن قصد عم صور باضاءه نهاريه تفرجيكم اياها، هي تحسنت. انه تتشيلها كليا اعتقد صعب كتير هذا الشيء يصير، ولكن افضل. هلا مبدئيا مش مزعج للناس اللي بتستعمل التطبيقات مثل ما هون، انت عم تقرا الرسائل هون وعم بتشوفها هون كلها، فانت بشكل عام عندك الصفحه مقسومه لاثنين تقدر تشتغل، تقدر تاخذ الادفانتج انه انت عندك هاتف فولد. الهاتف صار اقوى 10% ضد الخدوش، يعني انت بتحطه هيك عندك مشكله وبترجع بتشيلهم ما في خدوش، في غبره اوكي بس خدوش مش موجوده. اكيد هذا بسبب طبقه الحمايه اللي موجوده بالهاتف، ودائما بقول هيدي الطبقه اللي انتم شايفينها الاستيكر الصغير ما تشيلوه اوعوا. سامسونج فولد 6 هو الوحيد القابل للطي اللي بيدعم القلم واللي بيجي مع حافظه الهاتف واللي لازم تشتريها لحالها. طب ليش ما حطوا القلم جوات الهاتف مثل الاس 24 الالترا؟ سامسونج بتقول او حسب التسريبات او حسب معرفتي انا انه اذا حنحط القلم جوا الهاتف الهاتف حيصير اعرض. انا مش كتير بوافق، يمكن بحب انا يكون القلم موجود جوا، اي نعم حياخد من محل البطاريه، بس صرنا فتره عم نحكي فيها لازم جيب الكفر. طب انا شخص بحب استعمل الهاتف من دون كفر، لا لازم القلم يكون موجود فيه. هاي كانت امنيه لكل التقنيين انه القلم يكون جوا. اي نعم هو الهاتف الفولد الوحيد اللي موجود بالسوق اللي بيستعمل القلم وخاصيه القلم وقديش في فيتشرز تستخدمها بالقلم، ولكن انت ربطني بانه لازم اشتري الكفر تستعمل القلم. هلا في عروض بتصير ايام ويعطوك التليفون مع الكفر وكذا، بس مقاوم للمياه بعده مش هي متر تحت المي لمده 30 دقيقه ونفس الشيء مثل هداك. وان كان في عندي شيء جديد ضافوه عن الفايف انه صار في عندي مضاد للغبار، مش الاحسن بس احسن من اللي كان موجود قبل، احسن من الفايف، انه على القليله ضافوا هلا الفور، وهي بدايه للنسخه الجايه تكون افضل. يعني بالاخير ما تاخذوا معك على البحر، والله الطقس الشوب بده بحر. الهاتف اللي وصلني هو السيلفر شادو، وفي
يعني مش كتير حيتغير عن الاس 24 مثل ما حكيت من شوي. في عندهم النيفي وفي عندهم البينك، اول مره بشوف لون بينك بهواتف فولد يعني مخصص للنساء. في بعد الوان تانية بتلاقوها كنتوا بالعرض المسبق، يمكن في الاسود بس الاونلاين، بس التوجه كان اكتر على هذا اللون اللي تغير كمان فيه، انه صارت الحواف تبعه نفس لون الجهاز اللي كان موجود قبل كان غير. وينه شفت الفرق بيناتهم؟ يعني تحس هذا جاي من غير محل. اوكي التصميم ازرق بس الحواف مش زرقاء، هون صار كله نفس الشيء، ولا عطاه كمان فخامة اكتر، زائد انه الملمس صار كمان هيك مع حملته للهاتف صار افخم. بدي اسألك سؤال، البعض بيقولوا انه الهواتف المطوية هي مش افضل خيار للناس اللي بتحب التصوير. طيب انت جايب هاتف قابل للطي لتصور فيه؟ انا بقول لك لا، روح خد الاس 24 الالترا، يعني هو الافضل. اي نعم كاميرا خارقه ورائعه وتغير، يعني تقريبا نفس الشيء بس تغير فيه عندي العدسه الواسعه، السنسر تبعها تغير، وجربت المقارنه بيناتهم ويعني وصدقوني ما لقيت كثير الفرق. اثنيناتهم عطوا الاداء المطلوب فيهم كهاتف قابل للطي. يمكن اللي حتغير معك البروسيسور لانه صار احدث، فحتشوف كاميرا افضل. واللي عرفته انه تقريبا اخذين الانجن تبعون الاس 24 او سيري الاس 24 اذا ما كان اس 24 او الاس 24 البلس، واللي برجع بقول حيعطيك صوره منيحه، بس الحكم بالاخير لكم. بعض الصور رح تلاقيها طبيعيه والبعض الاخر لا. كاميرا السيلفي الخارجيه والداخليه، بعتقد الداخليه ما رح تستعملها كثير غير باتصالات الزوم مثلا. بالاخير الأغلبية بيستغلوا كاميرا الأساسية ككاميرا سيلفي. وبالمقارنات برجع بقول فولد 6 وفولد 5 وآيفون 15 وزي فليب 6 المقارنة تقريبا بتقرب بعضها بتشبه بعضها، مع العلم في هاتف منه يعتبر للبعض هو الأفضل بالفيديوهات، مشان هيك التنازلات مثل ما قلت بالزي فولد 6 مش موجودة. لازم فوت على استوديو على القليل ساعة شوب خلص. جمال الفولد دايما بوضعه المطوي، تستفيد منه الفرق بينه وبين المش مطوي انك افضل وضعية، واللي بده يجيب الفولد كرمال يستعمله من برا قال لك حرام ما تجيبه، فيك تلعب شو بدك بهالطريقة اللي موجودة هون، تحضر فيديوهات افلام تلعب جيمز، هذا الاساس. طريقة الرد بالايميلات او متابعة انستغرام كسوشال ميديا او شو ما كان موجود هي عندك، عندك ميني تابلت. بعض التطبيقات اللي انا حاملها السيت اب تبعها انه يكون في عندي الشاشتين حاط بعض، وانه مجرد ما اكبس هون اشوف الشات هون واشوف الاشخاص هون. هذا اللي كنت عم بحكيه من شوي، انه هذا الموضوع بيفرق معك شوي، انه انت الطاج اللي بالنص ما حتشوفه لانه بالاخير انت هيك عم تستعمل الجهاز اللوحي او الفولد. شو تحسن بالاي اي؟ هو لك هو بعض الخدمات الموجودة بالاي اي انت مش هتستعملها، يعني يمكن تقطع عليها مره بالسنه او مره بالشهر او، بس انا شخصيا في كتير منهم بستعملهم، وكانت بلشت معي بال اس 24 الالترا والبلس والفليب، حتى الشورت كاتس تبعهم اللي موجوده هون مع الاي اي، مجرد انك انت ترسم اي شيء بتلاقيه انت حلو. انا شخص مش كتير شاطر بالرسم بهالطريقة، وبتعمل له فيك تحطه 3D أو سكتش أو بوب أب آرت، حقول أنه أنا هعمله سكتش. والأشخاص اللي بترسم بتستعمل كتير جرافيك ديزاين، واللي مفروض يكون بيعرفوا يرسموا، بس أنا شخص ما بعرف يرسم، هتلاقي كتير من الخصائص والطريقة الحلوة للسكتشات اللي أنت بتعملها. يعني أنا كنت عامل شيء مش ما له معنى، سامسونج عملت له معنى. موضوع الترجمة الفورية واللي مش موجود بس أنك أنت شايفه بهالطريقة، لا أنت بتفتح الجهاز و بتستعمل الشاشة الخارجية والداخلية، ومجرد ما اكتب العربي بترجم لي بالانجليزي كيف حالك اليوم. سامسونج معي الخاصية عم بتزغر الكرة الارضية، عم تخلي الناس كلها تحكي بلغة واحدة. واكيد اكتر خاصية انا بستعملها سيركل تو سيرش، اي شيء بتشوفه بالحياة عجبك حطه قدامك وينه بهالطريقة، وعمل له سيركل وحيقول لك مين هذا الشخص، وين هذا الكاركتر، وين فيك تشتري، وقد ايه حقه. اوف قد ايه حقه؟ 135 يورو. انت ب 135 يورو كتير، خليك ليوم الزنقه.
استعملوا خاصيه البورتري سكتش، وهي هذه اللي عجبتني اكثر شيء. مجرد بتاخذوا صوره بورتري جنريت وحيقول لك هيعمل لك كذا شخصيه كذا طريقه. مجرد ما تفوت على البورتري استوديو في عندك 3D كوميك، في عندك سكتش. خليني اشوف سامسونج كيف حطلعني. طب والله حلو. كتير تطبيقات اللي حنبطل نشوفها بالمتاجر من وراء الاي اي، وخاصة اي اي سامسونج. ومثل ما حكيت من شوية، التغيير بالخصائص مع الفولد 5، زي فولد 5 مش كتير من الاي اي، ضافوا بعض الاشياء اللي نشوفها اكيد بغير اجهزة. دايما سامسونج معودتنا على هذا الشيء، ولكن الاي اي خليني اقول لانه تعودت صرت عليه، خاصة بكتابة الايميلات، واما استمرايز للايميل او اعمل بطريقة بروفيشنال او الترجمة اذا كانت على الواتساب او على غير برامج، هدول كلهم صاروا، او مش هقول صاروا افضل، هم منيح، بس انا صرت معود عليهم اكتر وبستعملهم اكتر. هلا هتقلي بعض التليفونات التانية عندها هيدا الخصائص، مثلا 7 سنين ابديت، هقلك لا مشكلة، تليفونات هي شركة واحدة بس اللي عاملة الابديت، بس 7 سنين. الباقي يعني سامسونج من وراء الفولد 5 او والاس 24، يعني هي بدها تشتغل مع اس 24 الترا، عم ترغم بقية الشركات اللي عم تتعامل او تستعمل الاندرويد ان هي تعطي 7 سنين وارنتي. تعملين لي فولوش يعني ان التليجرام، انا عندي صفحة بس بتحط وول بيبر، وانا بحطها بالوصف على فكرة، بس ما عارف اذا انتم بتشوفوا عليكم شو حلو عليكم. البطارية وحسب الاستعمال هي نفس الشيء. هلا انا مش كتير مستعمل شرس للهواتف، بقول انه الساعة هلا 3:30، عارف اذا حتبين معي هون او اكتر شوي. البطارية 65 أو 63%، هذا رقم رائع، بفرجيك أكثر شيء أنا استعملته، يعني انستغرام، واتساب، الون يو اي هوم، يعني البطارية بعد بضاين معي 15 ساعة، مش هقول 15 ساعة، هقول أنا من استعمال العادي كإنسان هو يوم كامل. هلا بتختلف من شخص للتاني، ولكن لأنه البروسيسور السناب دراجون الايجن 3 مع الأجهزة واللي يعني في تحسن، خاصة بموضوع البطارية، الشاحن بعده أكيد مثل ما هو بتمنى كان يكون أسرع من هيك، بس لأنه عم بضيع بطارية معي فبحطه عادي، بيدعم كمان الوايرلس كمان فعادي، فمش بطارية تمام. طيب قبل ما نقول على الزي فليب 6 بشكل عام، اللي عنده ال 5 هل ينقل على ال 6؟ حقول في تغيير. ايه اوكي، كنت بتمنى يكون اكبر شوي، يعني كنت بحكي انا وعمر دايزر اول امبارح انه هو انت بتفتحه هيك، كنت بتمنى يكون بتفتحه هيك هيك تشتغل فيه، يعني افضل. هلا ممكن انت تعمله انه يقلب وتشتغل بهذه الطريقه، بس ما فيك تطويه هيك، لو بينكسر معك بدك تطويه هيك. ال 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 الابجريد، هلا انت فيك تودي القديم تاخذ الجديد، وعاملين عفرات عليه وكذا ومدري شو، بس ديفينتلي اذا عندك الفور او الثري بتحرز. عجبني الشاربنس، عجبني الزوايا اللي موجوده. بالنسبه لي التغيير حرزين، ولكن بدنا اياه كان يكون شوي اكبر شوي من هون هيك، يكون شوي اكبر كرمال التايبينج. ريكومنديشن، او هل انا بقول للناس انه ايه يا عمي جماعه، هذا الفولد هو المرجعيه لكل الهواتف الفولد الثاني اللي بتنزل بين الشركات الصينيه والشركات الغير صينيه بالسوق، يعني هن بيشوفوا سامسونج شو منزله، ومش هقول بيقلدوها، بس يشتغلوا على انه يكونوا تقريبا عم يعطوا نفس الصفات، فهي المرجعيه. مش بس هيك، كمان هذا المرجعيه الزي فولد 6، وشو تغير بينه وبين الفايف. صار سنتين من الزي 4 والفايف، والفور حتى المضاين معي كتير، الزي 4 ثالث هاتف بحمله، السيكس مزبوط، الفور قعد معي مش كتير ورجعته لأنه عملت له ريفيو ورجعته، والفايف مثل ما شايفين أنا حاطط صورتي وحاطط عليه سيم كارد واشتغل عليه كبزنس. هاتف ضاين سنة كاملة معي وحط بطارية 13%، أنا من الصبح مش احنا بس بشتغل عليه، منيح. شو تغير بنهاية؟ التصميم اللي كان موجود عندي من قبل انه اللون شيء والخلفيه شيء، هون رجعنا صار اللون نفسه مثل الخلفيه تبعيته، زائد الكادر اللي شفتوه هاي تبعون الكاميرات الموجوده هون صار اخذ من نفس اللون، صار بتحسه هيك اكلس شوي. طيب شو يعني اكلس؟ يعني افخم شوي هيك مع احلى. هون حنشتغل بالعكس، بالفولد 6 قلنا انه احنا بدنا نشتغل اكثر على الشاشه الداخليه، هون سامسونج عم جرب تخليك تشتغل اكثر على الشاشه الخارجيه مش الداخليه. يعني انا قديش فيني انه يكون عندي اكسس على الهاتف من برا
بالنسبة لسامسونج هو أفضل. الكالندر، الصور، الهارت بيت، تقريبا النوتيفيكيشن، كل شيء أنت عندك إياه بالهاتف جوا سامسونج. هو دي هتفتح الهاتف بتقول لك لا اشتغل عليه كله من برا، فيك تحضر يوتيوب، فيك هذا كله ما تغير. تغير عندي الكاميرات، صار عندي 50 ميجا بيكسل، صار عندي تذكر الجهاز اللي مش متذكره اكيد، وانا بالنسبه لي هيكون الجهاز الخارق البلس. يعني انا بالنسبه لي هذا احسن من الالترا لانه تغييرات فيه كتير كانت موجوده، بس مش حاحكي كتير عنه لانه في حلقه مخصصه لانه عم بعملها. تخيلوا البلس صار بيطوي، هذا ليترلي اللي عملته شركه سامسونج. الكاميرات ال 50 ميجا بيكسل اللي صارت موجوده عندي اياها تاخذوا تجربه تصوير رائعه، ودائما بيكون في تضحيات بموضوع الفليب بهذا الشيء. الكاميرات هون لا ما عندك اياها. البطاريه اللي صارت 4000 ملي امبير، ازيد شوي مع استعمال نقول المعالج كمان السناب دراجون 8 يعني الجن 3. انت صار عندك فلاج شيب تقريبا بيطوي. التغييرات الباقيه ما تكاد لا تذكر، يمكن الشاشه اذا بحط لكم الشاشه هذه والشاشه اللي كانت قديمه، وين التليفون الثاني؟ اكيد الهنج او الطعجه تحسنت كثير. ما بعرف اذا يمكن انا كثير فاتح التليفون اللي كان موجود قبل عندي او لا، بس تحسنت كثير كثير كثير. شفتوا لازم باينه معي بهذا الكاميرا، شوف هون احسن 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 احسن. زائد انه اكيد كمان موضوع الهنج تبعك هون بتحسه صار مرخي اكثر. ما بعرف يمكن لانه برجع بقول هذا صار له معي سنه بينما هذا جديد، لكن اكيد انا اشتغل عليه اشتغال تام ومتكامل. هذا بالنسبه للتجربه كانت معي، واللي برجع بقول مش كثير التغيرات الموجوده، يمكن اعمل تصير حلقات عن شورت كاتس الموجودين فيه من الاي اي اللي موجودين هن نفسهم بهواتف الفولد ال6. الشغله عجبتني نسبه السطوع تغيرت، صارت 2600 للناس اللي بتستعمل الهاتف بالاضاءه الخارجيه، هذا احسن اكيد بكثير. وبس في شيء ثاني يا ايهاب، في اضافوا الفايبر شامبر للكولينج سيستم تاع الهاتف ما يحمى خلال الالعاب، كمان هذا شيء كثير منيح. ايه زادوه، هذا ما كان موجود هون مزبوط. تذكر بعد شو فيه 7 سنين مبدئيا، بس تغيير الفولت كان اكثر بالفليب بكثير، ولكن التصميم صار هو ملموس. يعني انتوا شايفينه كيف هو لزقوا على بعض، هون صاير افخم، بتحس انه كانت الماتيريال هون سالوها او صقلت هون اكثر. نفس الشيب اكيد، الشيب هذا اللي الشركات كمان الثانيه اللي باقيه بتستعملوا كمرجعيه كمان لهاتف الجالكسي زي فليب 6 اكيد. وينك الفول 6؟ عندكم اي سؤال مين عم بتقول لي؟ عندكم اي سؤال اذكروها بالتعليقات. هذا مبدئيا كان كل شيء بعد استعمالي للهاتف لمده 20 او 21 يوم مش حاسبهم قديش. هذا هاتفي الاساسي، حيضل معي هاتف اساسي تنشوف شو بصير معي. في كثير من التبس اللي طلعت على بالي احكيها وصير انزلها على الانستغرام، فما تنسوا تعملوا فولو لحسابي على الانستغرام واكيد على اليوتيوب. اذا عندكم اي سؤال اذكروا لي بالتعليقات، اذا في شيء نسيت قولوا كمان اذكروا لي بالتعليقات. من نشوف درجه حراره برا كانت 40 اكثر، كان 40، رجعنا على الاستوديو تنخلص لكم اياها. و بس سلام.